صباح الخير، مرحبا بكم في هذا المؤتمر الصحفي الذي عقدناه اليوم 3 أبريل. وكما تعرفون أن اليوم الموافق هو يوم ذكرى مؤلمة رمزية، لأن في 3 فبراير من عام 2016 تم العثور على جثة جوليو ريجيني في إحدى ضواحي القاهرة. من جهة أخرى، في 8 أبريل من 2016 تم استدعاء السفير الإيطالي في القاهرة، وهذه المبادرة الدبلوماسية ما زالت جارية حتى الآن قائمة. وفي هذا المؤتمر الصحفي يشاركنا السيدة والسيد فرانشيسكو ريجيني وباولا ريجيني والد ووالدة ريجيني، والسيدة أليساندرا باريني المحامية الأسرة، وإلى يساري يجلس ريكاردو نوري الناطق باسم منظمة العفو الدولية في إيطاليا، تلك المنظمة التي أخذت على عاتقها التحدث وإثارة قضية جوليو ريجيني في سواء في الإعلام أو في أوساط الإيطالية والخارجية، وساهمت بشكل كبير بدرجة كبيرة في عقد هذا المؤتمر، هناك الكثير من العناصر تؤكد أن في مقتل ريجيني شاركت قطاعات حكومية مصرية وهذه القطاعات لها علاقة بالقمع وبالسلطات المصرية التي، وبالنسبة لمصر للسلطات المصرية السياسية والقضائية، وعلى الرغم من البصيص من الأمل كان قد ظهر من خلال التعاون مع النيابة المصرية، وبالرغم من كل هذا التعاون الذي أدته السلطات المصرية، لكن حتى الآن لم نصل إلى شيء ذا بال. وقد ساقت هذه السلطات روايات كثيرة عن تخرج عن سياق ما حدث بالفعل بالنسبة لجوليو. وقد ظهرت على السطح عناصر أخرى ودلائل، وهذا ما سوف نستعرضه في هذا المؤتمر الصحفي. وفي نفس الوقت هناك معلومات تمهيدية، كنا قد عقدنا لقاء مع الرئيس الإيطالي الأسبق جورجو نابوليتانو، والذي كان قد بعث لنا خطابا يعتذر فيه عن المشاركة بنفسه في هذا المؤتمر. ولقد أبدى استعدادا قويا للمشاركة في المطالبة بإظهار حقيقة ما حدث لجوليو ريجيني،
وقد حصلنا على دعم من منظمات غير حكومية ومن سلطات إيطالية أيضا، وهؤلاء قد بعثوا لنا برسائل دعم ومساندة لأسرة ريجيني في هذه القضية الشائكة. أشكر مرة أخرى حضوركم في هذه المؤتمر، وأشكر أيضا السيد رئيس نقابة الصحفيين الإيطاليين لمشاركته لنا في هذا المؤتمر، والذي أعلن عن دعمه لمبادرتنا فيما يخص هذه القضية. وقبل أن نبدأ هذا المؤتمر الصحفي، وأن أود أن أذكر في خلال هذا الظرف أننا قد عقدنا منذ عام مضى مؤتمر مشابه، وفي هذا المؤتمر سوف يتحدث والدة ريجيني عن ما حدث في خلال هذا العام، سواء من مبادرات أو من أحداث خاصة بالقضية، وسوف تستمعون لكل هذه الأحاديث من جانب الوالدين أو من جانب سيد ريكاردو نوري والمحامية باريني. أشكركم مرة أخرى على حضوركم، وأعطي الكلمة للسيد ريكاردو نوري. شكرا جزيلا. بداية، أننا منذ عام مضى في هذه القاعة كنا قد تحدثنا عن انتهاك حقوق الإنسان التي تعرض لها جوليو، من اختفاء وتعذيب وقتل لشخص جوليو ريجيني في مصر، وما صورة لما يتعرض له الكثيرون في مصر. الموقف في مصر أصبح أشد خطرا، أشد خطورة، لكن ما سأقوله لكم اليوم لا يتعلق بالإرهاب، ولكن يتعلق بحالات الاختفاء القسري التي يتعرض لها المصريون، وليس من السهل التعرف على سبب هذه الحالات من الاختفاء القسري التي وصل معدلها إلى 3 أو 4 حالات في اليوم الواحد. ولقد إن كل ما كل من يتعاون من يتعاون معنا في البحث والتحري عن عما حدث لجوليو ريجيني وملابسات مقتله كان يخضع لرقابة ومضايقات من جانب السلطات المصرية، منهم السيد أحمد والسيد مالك عدلي الذين لم يكونوا على لا علاقة لهم بالإرهاب أو بالجماعة الإخوان المسلمين. وكان مركز النديم لحقوق الإنسان المصري الذي كان يمارس عمله بانتظام في عهد مبارك وفي عهد الرئيس مرسي بحرية تامة، كان أغلق مؤخرا من جانب نظام السيسي. وهكذا أيضا الحال بالنسبة لمنظمات غير الحكومية الأخرى العاملة في مجال حقوق الإنسان التي جرى نفس المصير أو التي لقت نفس المصير.
per nient'altro che aver svolto come fate voi il loro lavoro. هؤلاء تعرضوا لمضايقات وللإيداع في السجون، ومنهم محمود أبو زيد وإسماعيل الإسكندراني الذين قضوا في السجون مدد فترات تتراوح بين أسابيع وأشهر. هذا ما حدث للمؤيدين والمساندين من جانب الذين هم من عناصر جمعيات حقوق الإنسان والناشطين المصريين، ومنهم مازن محمد عبد الله وهناك ومن أظهر الحالات هناك حالة مازن وغيري السيد عبد الله. يقدر بنا الإشارة هنا في أن السلطة القضائية المصرية تؤكد أن جوليو الجيني لم يكن مادة لاختفاء قصري في مصر. هذا ليس جديدا في مصر، وفي هذا الإطار تواجهنا حالة الإفراج مؤخرا عن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك من السجن وتبرئته مما نسب إليه من تهم. شكرا. أود أن أذكر حضراتكم أن الإطار العام للقمع في مصر والنهاية التي لاقاها جوليو الجيني تدخل في إطار قمع منظم، وهذه هي مادة لما يود والد جوليو الجيني أن يحدثكم عنه من الاختفاء والتعذيب والقتل. والآن أعطي الكلمة إلى كلاوديو ريجيني والد جوليو. تفضل. شكرا جزيلا على أود أن أشير إلى بعض الأحداث التي حدثت منذ عام مضى، منذ أن كنا هنا وعقدنا مؤتمرا صحفيا مماثلا منذ العثور على جثة جوليو في القاهرة. في 9 مارس 2016 التقينا بالرئيس الإيطالي ماتاريلا الذي أكد لنا تضامنه معنا، وفي 5 يونيو كانت هناك مبادرة من جامعة كامبريدج لدعم قضية جوليو الجيني، ومن ثم عقد مؤتمرا هنا في روما شارك فيه ممثلون عن النيابة المصرية. ثم وفي 8 سبتمبر 2016 طلب منا أن نلتقي مع النائب العام المصري نبيل صادق، وقلنا نعم نحن مستعدون للمقابلة، وطلبنا منه الحصول على وثائق الخاصة بنجلنا وبالتسجيل للمكالمات الهاتفية التي أجراها قبل الحادث وفي يوم الحادث. وفي أكتوبر الماضي كان لنا لقاء مع البابا فرانشيسكو
الذي أكد لنا دعمه وتضامنه معنا وأثنى على صمودنا كأسرة في هذا الحادث. ومن ثم التقينا بعد ذلك بالنائب العام المصري نبيل صادق الذي أكد لنا أنه سوف يبذل أقصى جهده للتعاون معنا من أجل إظهار حقيقة ما حدث لريجيني وقد طلبنا في هذا اللقاء الحصول على الوثائق والفيديوهات الخاصة بجوليو، ولكن حتى الآن للأسف لم نحصل على شيء على الرغم من الوعود التي تلقيناها. وفي هذا الإطار نشير إلى النقطة الهامة، وهي نقطة استدعاء السفير الإيطالي بالقاهرة. وقد قالت لنا مصادرنا في القاهرة أن الإجراءات التي تمت في هذه القضية للضغط على مصر من أجل إظهار الحقيقة كاستدعاء السفير أو العدول عن تزويد مصر بقطع غيار للطائرات المقاتلة من طراز F-16، ولكن هذه الضغوط لم تسفر عن شيء. لن نكتفي فقط باستمرار عدم ذهاب السفير الإيطالي الجديد إلى القاهرة، ولكن نطالب بأن تحزو الدول الأخرى حزونا في هذا الاتجاه. ولقد أكد لنا في السيد جنتيلوني رئيس الوزراء الإيطالي في لقاء مؤخرا في 8 مارس عن دعمه الكامل لنا ومثابرته على المطالبة ودعمنا دعم قضية ريجيني. شكرا. تفضلي السيدة باولا، هل تسمعونني؟ أود أن أحدثكم عن بعض الأحداث في هذا العام الماضي بشكل موجز. لقد مررنا 14 شهرا سرياليا من معاناة نحن عائلة عادية جدا، نفعل كل ما تفعله العائلات الإيطالية من واجبات، ونحن نذهب إلى البريد، مكتب البريد كل يوم، ونقضي حاجاتنا من الأسواق، وفي لحظة وجدنا أنفسنا في موقف عصيب، وهذا ما أكده لنا أحد أصدقاء ريجيني الذي زارنا في منزلنا، وقال لنا إن كل ما حدث شيئا سرياليا. لقد وبذلنا كل ما في وسعنا من أجل الحصول على الحقيقة من أجل ريجيني، ولم ننعم بلحظة هدوء. وأود أن أشكر في هذا السياق أقرباء وأصدقاء دعمونا وساندونا وتضامنوا معنا، وأيضا مع المحامية أليساندرا التي كنت أقضي معها ساعتين على الهاتف يوميا لمتابعة القضية. هل هناك مشكلة في الصوت؟ هناك مشاكل فنية في الميكروفون ربما؟
هل ربما كان من الأفضل أن نستعمل ميكروفون آخر؟ يجب أن نطفئ الميكروفون الآخر. يدخل أيضا في إطار هذه القصة السريالية ما حدث ما جد على حياتنا من أحداث ومواجهات. Quindi noi non possiamo abbassare mai la guardia. لا يجب علينا أن يخبو نشاطنا وحماسنا في هذه القضية، لأننا فهمنا لأن ما ننادي به ليس فقط الحقاقة من أجل ريجيني، ولكن يجب أن نتحرج، يجب أن نتحرك، وليس أن نمسك بلافتات عليها الحقيقة من أجل ريجيني ثم يذهب كل منا في طريق، ولكن يجب أن نواصل الجهود. فنحن كأسرة إيطالية عادية نحن نبذل قصارى جهدنا في أيضا من خلال ترجمة ما يكتب عن قضية جوليو أيضا باللغة العربية، ونترجمه من خلال برنامج ترجمة جوجل. وهنا أود أن أشدد على الدور الكبير الذي لعبته الصحافة في سياق هذه القضية الشائكة ودعمها لنا. وبفضل هذه الصحافة وبفضل الأقلام الشريفة التي كتبت عن هذه القضية، فإن وأيضا من خلال جهود منظمة العفو الدولية التي حصلنا منها على تعاون وثيق للغاية ومساندة قوية نشكرهم عليها. وأيضا هذا النهر من التضامن والمساندة من الأقرباء والأصدقاء والمعارف، سواء في إيطاليا أو في مصر أو في الدول الأخرى، الذين يسألوننا دوما عن تطورات القضية عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من الاتصالات التي تلقيناها على مدى هذه السنة الماضية. وأود الإشارة هنا أيضا إلى رموز المجتمع الإيطالي من كتاب وفنانين حتى من مطربين شاركوا في مهرجان سان ريمو للغناء، هذا المهرجان الشهير والذي خصصوا له أمسية في ذكرى جوليو ريجيني. إذن أشكر كل هؤلاء من ساعدونا ومن عاونونا ومن تضامنوا معنا سواء بالقول أو بالفعل.
sempre a che fare con le bolle di sapone c'è anche questo discorso. هناك حديث آخر. نحن جميعا الجميع قالوا نحن معا ومعكم من أجل جوليو ريجيني. نطالب بالحقيقة من أجل ريجيني. ليس فقط من أجل جوليو. إن دفع هذا الحديث من أجل الحقيقة من أجل ريجيني يقودنا إلى جهود أخرى للكشف عن ملابسات وغموض حالات الاختفاء القصري التي وصلت إلى 3 أو 4 حالات في اليوم الواحد كما ذكر السيد ريكاردو نوري وإلقاء الضوء على كل الانتهاكات وفي انتهاكات حقوق الإنسان التي تمارسها السلطات المصرية. نحن يلزمنا مزيد من التحرك في هذا الصدد ومواصلة الجهود. نحن لا يجب علينا تقديم تنازلات. نحن نطالب بالحقيقة ولا شيء غيرها. ونحن لنا الحق في هذه المطالب ولكن هذا من أجل أن نستطيع أن ننظر في عيون شبابنا بثقة ولا نخجل من أنفسنا من هذه المواجهة أننا قد بذلنا جهودنا ولم ننقص على عهدنا في مواصلة هذه الجهود من أجل إظهار الحقيقة حقيقة ما ظهر ما حدث لنجلنا. إن شباب اليوم مختلف عن جيل مبادرة إيرازموس. وهنا أتساءل هل سنكون قادرين على مواجهة هؤلاء الشباب والنظر في أعينهم ومواجهة هذه المواقف وأننا قد كنا على قدر المسؤولية. هناك أمر آخر. هل تسمعونني؟ pronto? Sì. Ok. Neanche più congeniale perché mi posso muovere. Allora, da subito o direi da quando hanno iniziato i dati dell'autopsia. منذ أن ظهرت نتائج تشريح الجثة وبعد المؤتمر الصحفي الذي عقدناه العام الماضي طالبنا البعض بإظهار الصور التي لدينا لجوليو ريجيني وهذا ما طالبني به الجميع أكثر من مرة مرارا وتكرارا. لقد فكرنا كثيرا في هذا الاتجاه وفكرنا أن هذه الصور بشعة بحيث أن لا يتخيل أحد أن يكون قد رآها من قبل لأن جوليو وبكل احترام هذا ما فعلوه في ريجيني بعد مشاهدتي للجثة لا أعتقد أن مصريا قد تعرض له من قبل. لقد فكرنا أن صورة من هذه الصور يجب أن نعرضها عليكم. لحظة واحدة. هذه
per chi è stato a Fiumicello e 25 sa già tutto. هي هذه الصورة. نحن كأسرة كنا قد ذهبنا إلى برلين. هذه الصورة رسمها فنانون مصريون. هناك سور وجدار في هذه السطور. في هذه الصورة لقد ذهبنا إلى برلين لأنه لا توجد أسرة مثلنا تذهب إلى برلين لكي ترسم صورة أو تأخذ صورة لنجلها في وفي الخلفية لابنها وفي خلفياتها سور برلين. ورمز القط يرمز صورة القط هنا ترمز لريجيني. وقد كتب على هذه الصورة أنهم قتلوه كما لو كان مصريا. وهذه تعبير رمزي يمثل لنا وللمصريين شكلا من أجل استعراض الحالات التعذيب والاختفاء والقتل التي يتعرض لها المضطهدين في مصر والذين وهذا السور يمثل كل الشرور التي تعرض لها جوليو. هناك أيضا بعض الأشياء التي أود أن أشير إليها. أود أن أطلق هنا نداء إلى البابا فرانسيس. في 28 والتاسع والعشرين من الشهر الحالي سيذهب سيتوجه البابا إلى القاهرة. نحن نطالب البابا فرانسيس أن يدعم موقفنا في الحصول على الدعم الكامل وحث السلطات المصرية للمعاونة في هذا الاتجاه. شكرا لسيدة باولا. من خلال كلمة السيد كلاوديو ريجيني أود أن أقول أنه قد أوجس في عجالة الموقف. أود أن أؤكد أن الحكومة الإيطالية تبدو أشدد على أنها تبدو عازمة على المضي قدما في عدم إرسال السفير الإيطالي الجديد إلى القاهرة. ومنذ 8 أبريل 2016 منذ استدعاء سفيرنا في مصر وخلال هذا العام الماضي كانت هناك لحظات عصيبة لقد حصلنا على دعم كامل من شخصيات بارزة ومن منظمات ومؤسسات. ولقد كانت هناك ضغوط من أجل إرسال السفير الإيطالي إلى القاهرة. لكن الموقف الصامد
والراسخ للأسرة ريجيني والبرلمانيين الشرفاء ومنظمة العفو الدفلية كانت نقطة محورية وكان هذا إجراء دبلوماسي الوحيد الفعلي الملموس القوي الذي اتخذته الحكومة الإيطالية حيال هذه القضية. إذا تم إرسال السفير الإيطالي بالفعل، فهذا يعني أن سيكون هناك إعادة تطبيع للعلاقات بين مصر وإيطاليا، وهذا من وجهة نظرنا يعد خطأ كبيرا. وكان هناك ضغوط على مصر في هذا العام الماضي من خلال تحجيم السفر إلى مصر وتقليص حجم التبادل التجاري. يجب أن تستمر مثل هذه الإجراءات والجهود من أجل الوصول إلى الحقيقة، وأؤكد أن الحكومة الإيطالية تبدو عازمة على المضي قدما في هذا الاتجاه، وأن السفير الإيطالي لا يجب أن يتوجه إلى القاهرة حاليا. تفضلي السيدة أليساندرا ماريني السيدة المحامية. في مارس الماضي وبعد مقتل 8 أشخاص أبرياء، زعمت السلطات المصرية أنهم متورطون في قتل ريجيني، ولكن اتضح فيما بعد أن كل هذا الكلام كان افتراء من قبل السلطات المصرية. حتى اليوم لقد كانت لنا أنشطة كثيرة، وكان هناك لقاء مهم، لقاءات مهمة، كان لقاء مهما مع النائب العام المصري. طلبنا في هذا اللقاء أن يسلمنا ملف الكامل لجوليو ريجيني، وأن يسلم هذا الملف الكامل إلى ممثلين الحقوقيين لريجيني في القاهرة، ولكن هذا الملف حتى الآن لم يصلنا منه شيء. في هذه المناسبة، وهذا ما قاله كلاوديو قبل ذلك، كان جوليو طالبا شابا نموذجيا مثاليا، وكان مواطنا عالميا، وهذا الملف الذي طالبناه والفيديوهات التي صورت في مكان في محطة المترو الأنفاق القاهرة، والتي طالبنا بالحصول عليها، وللأسف لم نستلمها، ولم القصد أنهم يرفضون تسليم هذه الوثائق والفيديوهات. وفي النهاية يقول لنا أو قال لنا النائب العام أن جوليو كان شابا مثاليا، وهذا ما نعرفه جيدا ولم يضف جديدا بعد كل هذه الافتراءات والتصريحات المفبركة والروايات المفبركة عن مقتل ريجيني.
ci dicono è stata fatta una denuncia da parte del venditore ambulante capo وقالوا لنا أن هناك بلاغا من عبد الله السيد نقيب الباع المتجولين الذي كانت الذي كان له لقاءات مع جوليو وأنه أن البلاغ الذي تقدم به عبد الله ضد ريجيني أنه كان يطلب منه معلومات وقد شاهدتم الفيديو الذي يتكلم فيه جوليو مع عبد الله وهذا الفيديو أظهرته السلطات المصرية كدليل إدانة لريجيني وهذا الفيديو تم تسليم لنا في ديسمبر الماضي ولكن الفيديو الذي انتشر كان ناقصا ويوحي ma dalle quali grazie alla nostra procura degli investigatori dei nostri consulenti واستمرت وهذا دليل وصورة أخرى من الأكاذيب والافتراءات التي تمارسها السلطات المصرية un coinvolgimento delle forze dell'ordine egiziane questo è anche إن الدلائل وهناك دلائل وإشارات تدل على تورط أجهزة الأمن المصرية في اختفاء وتعذيب ومن ثم قتل جوليو ريجيني وهذا ما نفاه نفيا قاطعا وزير الداخلية المصري ولكن اليوم أود أن أوجه رسالة nostro consulente al Cairo Abdallah noi lo chiamiamo Abdallah il buono per distinguerlo da من احمد عبد الله الممثلنا في القاهره وهذا شابا مثاليا استثنائيا وكانت لي الفرصه للالتقاء به وكان يخاطر بحياتي في كل في يوم من اجل اظهار حقيقه ريجيني وتم سجنه في من قبل السلطات المصريه وهذا هي رسالتي سيداتي سادتي لي الشرف أن أتوجه لسيادتكم بصفتي ممثلا قانونيا عن أسرة ريجيني في القاهرة الذي تعرض للقتل في بلدي وقد أصبح رمزا وأيقونة للمعذبين والمختفين قسريا والذين قضوا على يد السلطات المصرية وقد وثقنا العديد من حالات المشابهة ومن الاختفاء والتعذيب con la possibilità di dormire al massimo 4 ore. لقد tantissime volte وانا شخصيا تعرضت للسجن وللتعذيب في والتعذيب هناك لا يوجد فيه اي وسائل للراحه بل اني تعرضت لمضايقات ولتعذيب كثير وفي النهايه تم الافراج عني ولكن السجن لم تفت في عضدي ولم تؤثر على حماسي في الدفاع عن ريجيني لقد بعث لنا والد ريجيني بتفويض من أجل استلام الوثائق والفيديوهات الخاصة
بنجله من السلطات المصرية، ولكن لكننا حتى الآن لم نتلقى شيئا. لقد تقدمنا بطلب إلى النائب العام أكثر من مرة، ولكنه لم يرسل لنا شيئا حتى الآن. وقد قيل لي بشكل صريح يجب أن تظل صامتا، ولكني سأواصل جهودي ولن أبقى مكتوف الأيدي، وسوف أطالب دائما بالحقيقة من أجل جوليو، ولن ننساه أبدا، وسوف نطالب بالحقيقة من أجل جوليو ومن أجل كل جوليو في العالم. عبد الله كان قد اعتقل في 25 من إبريل من العام الماضي، وقد تعرض للتعذيب وللسجن، وقد واجه ظروف عصيبة. Un origami a forma di cuore destinato alla mamma e al papà di Giulio con su scritto verità per Giulio. Oggi noi abbiamo le prove دلائل affermare. وأنا أؤكد على ذلك أن الضابط الأمن الوطني الذي كان قد تواصل مع عبد الله نقيب البائع الجائلين هو متورط أيضا في اختفاء جوليو ريجيني، ولدينا دلائل أخرى. هناك ضباط كبار جهاز الأمن الوطني المصري وأيضا من المتورطين في تصفية العصابة التي أفنوها، وأن وهذا الضابط الكبير كان قد دفع من جيبه الخاص، أو أنه قد وكل فوض بالدفع من أجل هذا النقيب، هذا النقيب البائع المتجولين في مصر من أجل التحايل على جوليو ريجيني. لقد وصلتنا أيضا، نحن نعلم جيدا ونؤكد أن جوليو لم يكن جاسوسا، وقد وصلتنا تأكيدات على تورط السلطات الأمن المصرية في فبركة مثل هذه المحاور والروايات. Eppure l'Egitto è ben informato sul fatto che ci sarebbe stata questa conferenza stampa. E ciò nonostante con un oltraggioso silenzio ha pensato di non rispondere di nuovo alla rogatoria. Ancora. وللأسف لم تسفر جهودنا حتى الآن عن تسلمنا لأي من الوثائق والفيديوهات من قبل. Doveva essere un luogo comunque nel إن ما حدث لجوليو ريجيني من اختفاء وتعذيب وقتل ليست من الأمور الشائعة أو المفاهيم الخاطئة، ولكن نؤكد أن ما حصل لريجيني إنما تعرض له ريجيني، أي أنهم تعاملوا معه مصريين بل أسوأ من أي مصري من قبل ما حدث لريجيني ومن تشويه لجثته كما رأته أو كما رآه أبواه. اليوم e dove per paura o per varie forme di meschinità
anche molti amici hanno tradito o venduto. هناك الكثير, هناك بعض من أصدقائي قد أو من معارفي في مصر قد باعوه من أجل المال وعلى سبيل الخيانة للأسف. إن عندما كنت أتحدث مع أحمد عبد الله المحامي في مصر أنا أقول له أنني أتعجب لما يحدث في مصر, فقال لي أنك أنت قادمة من حضارة وثقافة أخرى فلن تفهمي ما يحدث هنا ومن إجراءات وأمور مفبركة وادعاءات. هذه ونطالب لذلك أؤكد على مطالبنا وعلى جهودنا في الحصول على الحقيقة. قبل أن أنهي هذا المؤتمر إن كلمات أليساندرا باليريني تؤكد على العنوان الذي العنوان هذا المؤتمر أن لما حدث لجوليو هو جريمة دولة لأن الدلائل والوثائق وما تكشف من أمور كل هذا يقول لنا أن في أن هناك عناصر من الجهاز الرسمي للنظام المصري في قتل ريجيني, والمسؤولية يقع فيها أو يتحملها مسؤولون كبار في أجهزة المخابرات الاستخبارات المصرية, وقد حصلنا على وقد تبين لنا هوية هؤلاء الأشخاص. وفي هذا الإطار أن كل من عرض أو تعاونا أو في هذا الإطار من قبل السلطات المصرية هي من يمثل السلطات القضائية حتى الآن, ولكنهم إلى الآن لم نستلم منهم أي وثائق أو فيديوهات التي طلبناها. إن ما حدث لجوليو هي مسؤولية دولة وحكومة ونظام, وكما قلنا من قبل إن حلقات هذه السلسلة التي قادتنا إلى مراقبة جوليو ثم اعتقاله وتعرضه للتعذيب نحن. وفي الختام أؤكد أن ما حدث لجوليو ريجيني ليست قضية شخصية ولكن هي حالة قتل, أن هذا النظام المصري لم يبدي أي تعاون أو التزام بكشف الحقيقة
عن جوليو ريجيما، وأشكر الجميع على الحضور والمشاركة في هذا المؤتمر الصحفي وعلى الجهود منظمة العفو الدولية لجهودها، وأشكر والدي ريجيني على حضورهم اليوم وعلى على الرغم من الصعوبات السفر والقدوم. شكرا لكم جميعا. هل هناك أسئلة؟ هل من الممكن أن تجيب السيدة باليريني أو والد ريجيني عن أي أسئلة؟ أنا من صحفي من مجلة الإسبريسو. ماذا تسلمتم حتى الآن من النيابة المصرية؟ لم نتسلم وثائق ذات بال، ولكننا نطالب ومن هذه الوثائق التي سلمناها الفيديو الشهير مع بين جوليو ونقيب الباعة المتجولين، هذا الرجل السيء. ونحن نعرف sicuramente dei poliziotti responsabili della morte dei cinque sono indagati per omicidio e per falso. أن اثنان من هؤلاء الضباط المتورطين من المفترض أن يكونوا قد خضعوا للتحقيق. قلتم أن إن ريجيني قد تعرض للخيانة من قبل بعض أصدقائه، ولكن لا أستطيع أن أذكر أسماء هنا في هذا المقام، ولكن للأسف كانوا كلهم مصريين ولا أذكر أسماء. شكرا جزيلا.